حلو برضو، وفي حاجة حلوة، مش كلها حاجة تقفل وحاجة يعني ناخدها في سكة سلبية. مثلا ساندرا الصادق لاعبة منتخبنا الوطني للجمباز، جالها ايه؟ جالها قالوا لها يا ساندرا انت لاعبة متميزة وانت لاعبة كبيرة وكل حاجة زي الفل، واحنا عايزينك معانا. مين دول يا عم الحاج؟ منتخب امريكا او باسم امريكا. قالت لهم ايه يا ولاد؟ امريكا عايزين نلعب معاكم؟ اه. قالت لهم انا اسفه. وقررت كمان يعني او قالت ان انا ما ينفعش العب غير بس باسم مصر، وده يعني بالرغم من ان اكيد امريكا يعني احنا عارفين برضو هناك بينافسوا بقوه وبشكل كبير يعني على مستوى الالعاب وايضا الرياضات على مستوى العالم. وساندرا من اصول مصريه وكانت حريصه على اللعب لبلدها مصر، وهي بنت عندها 23 سنه وبتشارك مع منتخبنا دلوقتي في بطولة أفريقيا واللي بتتلعب في جنوب أفريقيا طبعا، وده في الفترة من 24 وإلى 28 مايو اللي احنا فيه. ساندرا حققت امبارح بس مع منتخبنا في الضية، وده كان في منافسات الفرق في البطولة الأفريقية، وقدمت طبعا مستوى هايل جدا وكويس جدا كمان مع زميلتها. وبنحاول برضو يعني نوصل رسالة إن مصر أكبر أكبر من أي حد، وإن أكيد تمثيلك لبلدك ده يعني حاجة كبيرة وشيء عظيم وشيء مشرف، والناس حوالين العالم والله العظيم بتتمنى يعني إن هي بس اسم مصر كده إيه يعدي. خليكوا كبار ببلدكم أكتر، حافظوا على اسم بلدكم أكتر في البطولات وفي الألعاب، وإحنا برضو دورنا محدش ينكر إن إحنا محتاجين ندعم اكتر، نقف جنب لاعبتنا اكتر. والحمد لله محدش ينكر ان احنا اكيد الوضع اختلف في اغلبية الالعاب، الاهتمام اختلف. زمان ما كناش بنلاقي لا رعاة ولا بنلاقي معسكرات ولا اهتمام، دلوقتي بقينا بنشوف الكلام ده من شركات ومؤسسات وبنوك، والحمد لله الدولة واقفة في القصة دي بشكل واضح جدا من الاكاديمية ومن كل ده واضح. ان شاء الله واحدة واحدة بهدوء كده بس ايه نحاول نلم الدنيا بشكل كامل كده وبهدوء، وربنا يكرم بإذن الله وتكونوا احسن ابطال في الدنيا دي كلها باسم مصر ان شاء الله بكده.